متواصلين مشاهدينا الاعزاء مع انطلاقه الشوط السابع. هذا الشوط خاص باللقايا البكار، ويعتبر هذا الشوط الخامس من مجموع اشواط اللقايا البكار في هذا اليوم، السابع في مجموع اشواط الفتره الصباحيه التي قرر لها اقامه 19 شوطا، وتاخرت الانطلاقه في صباح هذا اليوم بسبب العامل الجوي وهو عامل الضباب. وأذكر السادة المتابعين بأن انطلاقة المساء ستكون في تمام الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم، والتحضير لها في تمام الساعة 12:30 مساء. مشاهدينا الأعزاء، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول السعدية لهجن الشيحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية. الدور دور المركز الثاني، هنا التغيير من حاملة الرقم 5 الغارية من خطفت المركز الثاني لهجن الشيحانية بقيادة سالم بن فاران المري. الدور دور المركز الثالث، هنا الدوحة لهجن الشيحانية أيضا مع المضمر سالم بن فاران، وتليها على المركز الرابع هنا الدوحة أيضا لهجن الشيحانية مع المضمر سلطان الوهيبي. المركز الخامس هنا القدوم من قبل الظبي لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، التضمير مع عايد بن صلاح الرشيدي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحبل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. ونعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط، ما زالت السعدية وجه السعد على صدارة الشوط، وتنفرد انفراد ممتاز، انفراد ممتاز عن بقية المراكز وهي على الكادر الفوقاني. على الكادر الأعلى تسيطر مع أول كيلو مترين مقطوعين من مسافة هذا الشوط. أذكر السادة المتابعين بأننا مقبلين على مشاركة كبيرة وعلى مهرجان كبير تجرى له الاستعدادات في هذه الأيام، وكذلك المشاركين والراقبين في الدخول في المشاركة في سباق ومهرجان المؤسس أيضا مستعدين وحاضرين هنا في دولة قطر في هذه الأيام. إذا نودع مهرجان ونستقبل مهرجان آخر، ودامت أيامنا بإذن الله تعالى بالأفراح وبالسرور وبالسعادة بقيادة وبتوجيهات سيدي حضرة سمو أمير البلاد المفدى الداعم الرسمي لهذه الانطلاقات، والذي تنطلق بتوجيهاته السامية هذه السباقات وهذه المهرجانات. ما زالت أيها الأعزاء السعدية على مقدمة الشوط لهجن الشيحانية، المضمر محمد بن خالد العطية المشاقب من حطم التوقيت الزمني في الشوط الماضي يعود مرة أخرى، ومن خطف أول أشواط الصباح مع الجساسية صاحب نقطتين أو ثلاث نقاط في هذا اليوم. إذا نقطتين والبحث عن الثالثة عن الهاتريك. السعدية والسعدي أيضا يقدم لنا السعدية في هذا الشوط، اسم أيضا له حضور في هذا اليوم واسم تراثي. الجساسية كانت في الشوط الأول، السعدي كان أيضا في شوط ماضي، والآن يقدم لنا السعدية في هذا الشوط. ها هي تنطلق على الكادر الفوقاني على 10 يا المشاقب، 10 على 10 حتى هذه اللحظات. المركز الثاني القدوم من قبل الغارية لهجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران، وأيضا الدوحة على المركز الثالث أيضا مع المضمر سالم بن فاران ولهجن الشيحانية. المركز الرابع أول نداء للسيلية، تتدخل السيلية على المركز الرابع لهجن الشيحانية مع المضمر العملاق سلطان الوهيبي. المركز الخامس يلا عايد الظبي لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني مع عايد بن صلاح الرشيدي. يقدم لنا الظبي، وأشوف الزعفران وعلامة الجودة على رأس الظبي، كرموها في ربما في السباق الماضي، ربما في سباق سيدي سمو الأمير مهرجان الماضي، وهذه أول مشاركة تخوض هذه الهجن بعد السباق سيدي سمو الأمير الذي انقضى في الأيام القليلة الماضية. إذن أول مشاركة فعلية، وترتيب الأوراق للمضمرين بعد مشاركة كبيرة والاستعداد لختام وأيضا لمهرجان الوثبة القادم، وبعده المرموم، وبعد ذلك يسدل الستار على هذا المهرجان وعلى هذا العام، على هذا العام للمضمرين والملاك.
أعود إلى السعدية التي ما زالت على مقدمة الشوط وسيدة الموقف، سيدة الموقف حتى هذه اللحظات. التركيز مطلوب يا المشاغب، انطلقت مع الكيلو متر الأخير، صعبة يا متابعين الأعزاء، صعب اللحاق بالسعدية في هذا الشوط. يبدو بأنها راعية الشوط. الدوحة تتحرك على المركز الثاني، أيضا الهجن الشيحانية، المركز الثالث الغارية، أيضا الهجن الشيحانية، المركز الرابع السيلية، المركز الخامس أول نداء للذخيرة، أيضا الهجن الشيحانية. ولكن يا أبوي يا المشاغب، يا سلام، يقدم لنا سلالة مشهور المملوك لسيدي سمو الأمير، المملوك لسيدي سمو أمير البلاد المفدى الموجود في منطقة أم الزبار. الله، هذا هو انتاج ام الزبار، يا سلام. والعصا قوس وبدون اي تعليمات، مدبت الالي ومحنى التحنيط. شاغب يا المشاغب، شاغب يا المشاغب. السعدية ابعدي، والسعدية بنقول يا ابعدي. هذه السعدية قامت راس وانهت راس، بل ابتعدت ابتعاد كلي، شافت خط النهاية، متعودة على هذا الفوز. اليوم في الفورمة، الهاتريك يسجل مع هذا الشعار وباسم المشاغب. سجلوه، دونوه مع المشاغب. الله، سلام يا السعدية، سلام. تهانينا للجماهير العنابية من تراقب هذا الفوز وتتابع هذا الشوط بدون أي تعليمات. سلام، سلام عليكم يا المتابعين العنابي، يا جماهير العنابي. تهانينا للهجنة الشيحانية، وسلامي عليك يا المشاغب، سلامي عليك يا المشاغب. وراح التوقيت، راح التوقيت الزمني مع السعدية بدون أي أوامر وبدون أي تعليمات. التوقيت الزمني يتحطم مع السعدية في هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجنة الشيحانية، والتهاني للمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني الدوحة لهجنة الشيحانية بقيادة سالم بن فاران. المركز الثالث الذخيرة أيضا لهجنة الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران. المركز الرابع كان الوصول من السيلية لهجنة الشيحانية مع المضمر سلطان الوهيبي. المركز الخامس الغارية لهجنة الشيحانية بقيادة سالم بن فاران. إذن التوقيت الزمني يتحطم مشاهدينا الأعزاء تحت أخف السعدية في هذا اليوم. هذه السعدية 7 دقائق 46 ثانية، 90 جزء من الثانية راح التوقيت. تحطم التوقيت الزمني. تهانينا للهجنة الشيحانية، والتهاني للمضمر محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني يتحطم بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر. تهانينا والناموس. المركز الثاني الدوحة هجن الشيحانية، توقيتها 7 دقائق 52 ثانية، 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس هجن الشيحانية، والتهاني لسالم بن فاران. المركز الثالث كان الوصول من قبل الذخيرة، توقيتها 7 دقائق 54 ثانية، 25 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجنة الشيحانية، والتهاني لسالم بن فاران. Follow.